السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، معكم منال صالح الغريب، معلمة في برامج التدخل المبكر في مادة التدخل المبكر. عنوان لقاؤنا اليوم هو عن الخطة التربوية الفردية، نكمل ما تحدثنا عنه سابقا في الخطة التربوية الفردية. أولا، صعوبات النمو عند الأطفال تحقق أفضل تقدم عندما يتلقون برامج مبكرة ومكثفة. إذا هي برامج تعتبر في برامج التدخل المبكر وخطط التدخل المبكر، عادة تكون النتيجة عملية من عمليتين مختلفتين. تدخل المبكر عادة تكون عملية من عمليتين مختلفتين. أولا، خطة خدمات الأسرة اللي تحدثنا عنها في اللقاء السابق، وخطة التعليم الفردية. هذه أهم خطتين تحدث في برامج التدخل المبكر. يلتبس علينا الفرق بين الخطة الأسرية والخطة التربوية الفردية سواء كمختصين أو كأولياء أمور. أول فرق بين الخطة الأسرية والخطة التربوية الفردية أنه الفئة المستهدفة. الخطة الأسرية من تستهدف؟ تستهدف الأسر، ولكن هو مخصص للأطفال وأسرهم، يعني هي للأطفال وأسرهم. لمين؟ لمن من عمر الميلاد وحتى عمر أقل من 3 سنوات. يعني تكون الخطة الأسرية الفردية مخصصة لهم. أما الخطة التربوية الفردية فهي مخصصة للأطفال من عمر 3 سنوات إلى عمر 5 سنوات، وقد تصل إلى عمر 21 سنة كخطة تربوية، خطة تربوية فردية. إذن هذا أول جانب من جوانب أو أول فرق بين الخطتين اللي حنا تحدثنا عنهم، أنه هي عمليتين. إن التدخل المبكر لا يخلو من عمليتين مهمة، اللي هو الخطة الأسرية في البداية، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الخطة التربوية الفردية. بعد ذلك محور التركيز في الخطة الأسرية يكون على من؟ لتلبية حاجات النمو الفريدة للطفل والأسرة في البيئة الطبيعية، يعني هي خدمات يكون التركيز فيها على الجوانب النمو في الطفل للطفل وكذلك للأسرة، وتقدم للطفل في البيئة الطبيعية. يعني أين في البيئة الطبيعية؟ يعني في المنزل. أما الخطة التربوية الفردية تقدم في سياق النظام المدرسي، سواء كان في برامج التدخل المبكر في الروضات، في المراكز المخصصة، لضمان فرصة أن تتوفر لدى هذا الطفل فرصة التعلم مثل أقرانه العاديين. يعني أنا جالسة أهل وأعد الطفل بحيث أنه يلتحق بعد ذلك ببيئات أقل تقييداً في المدارس المتوفرة وبرامج الدمج. الأحقية، الخطة الأسرية من يستحقها برأيكم؟ مبنية على تقدم للأطفال من عمر 0 أو من عمر الميلاد وحتى عمر أقل من 3 سنوات. يعني الأحق في تقديم الخطة الأسرية هم هؤلاء الفئة التي تحدد من ضمن عمر الميلاد وحتى عمر أقل من 3 سنوات. أما الفئة تكون فئة الخطة التربوية الفردية، فهي أنا أقدمها والأشخاص اللي يستحقونها يكونون من عمر 3 سنوات إلى 5 سنوات، وقد نصل معهم إلى عمر 21 سنة. يعني بحيث أنه الآن أحاول أني أوصلهم لبيئات أقل تقييداً. إذا الهدف أنا أوصل الطفل إلى بيئة أقل تقييداً، فقد أحتاج أمتد مع الخطة هذه إلى أن يصل الطفل أو يصل الشخص إلى عمر 21 سنة. وضع الخطة، الخطة الأسرية يتم وضع الخطة هنا سنوياً بواسطة فريق خطة خدمات الأسرة الفردية الذي يتضمن طبيب الأطفال ومجموعة من الخبراء والأسرة كذلك، كلهم في مجال نمو الطفل. عادهم من؟ طبيب أطفال، المعالج الوظيفي، معالج الكلام، أخصائي اجتماعي، معلم التربية الخاصة للطفولة المبكرة. إذن هؤلاء هم من يقوم بوضع الخطة الأسرية، وتكون الخطة مبنية على تقييم حاجات الأسرة. يعني أنا أحدد فيها أولويات وحاجات الأسرة، فيما الخطة التربوية الفردية أنا أحددها في ماذا؟ يتم وضعها أيضا بوضع الخطة التربوية الفردية، ويؤخذ في عين الاعتبار نفس الطفل، نواحي القوة لدى الطفل، أيضا نواحي الضعف لدى الطفل، مخاوف الوالدين. يعني أنا أراعي فيها مخاوف الوالدين، ولكن أول نقطة أهتم فيها هي من؟ هي الطفل وجوانب القوة لديه وجوانب الضعف. أيضا تحسين تعليمها طفلهم، ما هي مخاوفهم بتحسين تعليم طفلهم ونتائج ذلك. أيضا أقدم الحاجات الأكاديمية، الطفل مو ماذا محتاج يعني أكاديميا،
الغرض من التدخل المبكر في الخطة التربوية الفردية، وعيد وأكرر، من أجل الوصول إلى بيئة أقل تقييداً وساعدة، بحيث يحصل على التعليم ويتلقى التعليم مثل أقرانه العاديين. يعني أنا أهله بحيث يكون أقلل من جوانب والقصور في النمو لديه مقارنة بالأقرانه من الأطفال العاديين. مراجعة الخطة. في الخطة الأسرية أنا أراجع الخطة كل 6 أشهر. إذا أنا أراجع الخطة هنا كل 6 أشهر، وهي مستهدفة للأطفال من عمر 0 إلى عمر 3 سنوات أو أقل من 3 سنوات. الخطة التربوية الفردية أنا أراجع الخطة سنويا، بمعنى كل 6 أشهر، وقد أراجع الخطة كل 6 أشهر نصف سنوي أو سنويا، يعني كل عام. إذن أنا هنا أقوم الخطة وأراجعها كل، في خطة التربوية الفردية كما ذكرنا سابقا، كل 6 أشهر أو كل عام. في الخطة الأسرية في بيان الأداء، مجال بيان الأداء، الخطة الأسرية يشمل معلومات عن المستويات الحالية، النمو الحركي لدى الطفل، المعرفي، التواصلي، الاجتماعي لديه. إذن يعني أنا أراعي أي نمو، أي جانب، جوانب النمو والقصور فيها، سواء كانت حركية، معرفية، وجدانية، وتكيفية. أيضا مهارة عناية الذات لدى الطفل، جميعها أنا أراعيها، خلع الملابس، ارتداء الملابس، مثل هذه المهارات. أما في الخطة التربوية الفردية يجب أن يتضمن مستوى الأداء الحالي للطفل. يعني أنا الآن ما جالسة أعطيه المهارات التي يجب أن فقط المهارات الأولوية اللي في جوانب النمو، يعني أقارنه في الخطة الأسرية بمستوى أداء الطفل العادي، وأحاول أقلل المسافة، أدربه مثلا إذا كان الطفل في عمر مثلا 3 أشهر يحاول أنه يرفع رأسه. لدي طفل قدمت أنا الخطة الأسرية له، فأنا أطلب من الأسرة تدريب الطفل على ماذا؟ رفع الرأس، خليهم يرفعون يدين الطفل وما إلى ذلك، بحيث أن يتمرن الطفل على رفع رأسه في البداية. أما في الخطة التربوية فأنا أركز على التحصيل الأكاديمي والجوانب الأكاديمية، تركيزي يكون عليها، ولكن ليست هي أهم جانب، يعني هي جانب من الجوانب مهم، ولكن ليست تشمل جميع الجوانب. الأداء الوظيفي للطفل، قدرته مثلا على مسك الأشياء، المشي الصحيح، أيضا أهداف سنوية تكون قابلة للقياس واستطيع تقييمها، وأكاديمية ووظيفية شاملة لجميع إذن الجوانب كما ذكرنا سابقا، مع مشاركة الأسرة والتقدم تقدم ويصبح متقارب مع أقرانه. الخدمات في الخطة الأسرية احنا أقدمها له في البيئة الطبيعية للطفل مثل ما ذكرنا سابقا، غالبا في المنزل. أما الخطة التربوية في المدرسة وفي مراكز المخصصة مع الأطفال العاديين، مثل برامج مدارس الروضة وما إلى ذلك. الغايات والأهداف، الغايات والأهداف اللي أنا أبغى أحققها في الخطة الأسرية تساعد الطفل إلى الوصول إلى ماذا؟ إلى أهداف النمو. أنا أبغى ماذا؟ أنمي مهارات القصور عند لدى الطفل، مثلا قصور في النمو وذلك الجوانب، أنميه بحيث أنه يكون متقارب مع الشخص الطبيعي. إذن هذا هو توجهي في الخطة الأسرية. أما في الخطة التربوية فأنا أنمي ماذا؟ جوانب التعلم، لكي يتواسى مع أقرانه العاديين في النظام ويكون مماثل لهم في الاستفادة، ويكون يستطيع الانتقال معهم في البيئات الأقل تقييدا وحقه في التعليم في المدارس. الآن سنسعى إلى تنمية القدرات الحسية والبصرية والسمعية والحركية، هذه تكون دائما موجودة في الخطة الأسرية المقدمة للأسرة. لدي طفل مثلا من عمر مثلا نقول من 3 أشهر إلى 6 أشهر، الطفل لا يستطيع رفع رأسه، فأنا أحاول أن أقوم بتدريب الطفل، رفع الطفل مع اليدين وملاعبة دائما الابتسامة في وجه الطفل بحيث تعزيزا للطفل، ثم رفعه بالشكل هذا، بعدين انزال الطفل، محاولة إحضار في البداية مجسم ناعم وتحريكه على اليدين، رفع القدم و الماسة لدى الطفل كذا باحتكاك الرجل. غالبا الطفل راح يظهر مشاعر وابتسامة، خاصة إذا بدأ شعوره بالاحتكاك، وتنمي مهار الجانب اللمسي. قد أستخدم مثلا أي مجسم أو أي كرة تظهر إضاءة بحيث أنمي الجانب البصري لدى الطفل، يشوف اللون، وحركة لدى الطفل يمين ويسار، بحيث أنه يحاول أخلي الطفل ماذا؟ يتتبع المجسم المتحرك أمامه. تحت ذلك قد أصدر أصوات مثلا من هذا الجانب
لكي يلتفت الطفل إلى الجانب الآخر وما إلى ذلك. أنا هنا أسعى إلى تنمية قدراته الحسية عن طريق اللمس بعد ذلك، عشان لكي لا أستفز مشاعر الطفل أو أثير مشاعر الخوف في البداية. أراعي أن يكون المجسم أو الكرة التي ألامس فيها الطفل ناعمة، بعد كذا ممكن أغير وأحضر كرة أكثر خشونة أو مدببة وأداعب أو لامس فيها الطفل مع حواسه، هنا القدم، الأرجل، اليدين، وأناظر مشاعره كيف تكون، أنتبه لمبادراته بحيث أنه هل تفاعل معي، هل ابتسم الطفل، هل أثارت هذه الملامسات أم لا. وصلت إلى نهاية لقائي لليوم معكم، أتمنى أنكم استفدتم. شاكرة لكم حسن استماعكم، معكم منال صالح الغريب.